هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صام وطاعة للرحمن، صام وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. نرحب بالمشتركات الجديدة معايا في القناة. إن شاء الله رمضان يدخل علينا بالصحة والهنا، ما بقالوش. إن شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء والبلاء، ونصوموا رمضان كامل مهنيين، ويفتحوا المساجد. اليوم جيتكم بهذا الفيديو تحلية السنيكرز. تقدروا ديروها تحلية عائلية بمول كبير، ولا تحلية فردية بليمول تاع 27000. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، وما تنسوش جيم الفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. كما شفتوا انا استعملت الباطو ماكاو بيمو ماكاو، شوية حليب نديروا لها ملعقة صغيرة ولا قطرة تاع عطر الكراميل. لهنا اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه، انا كي عندي درت له باش نعزز هذاك الكو تاع الكراميل. نشمخو الكاطو تاعنا في الحليب ونفرشوه من تحت. هذه الخطوه ثاني اختياريه، يعني تقدروا ديروا الوصفه بلا الطبقه الاولى تاع الكاطو، ديروها غير بالكريمه والكراميل من فوق. عندي هنا لتر حليب، عندي فلون كراميل. هنا اللي حبك تدير نصف الكيلو، يعني دير غير نصف لتر، ودير الفلون كراميل اللي يجي في النصف لتر، يعني 50 غرام. ولا حبك تدير ريتلا دير تاع 100 غرام. انا راح ندير ريتلا كامل، يعني كاين اللي يحبوا هذيك الكراميل اللي من فوق، وكاين اللي ما يحبوهاش، يعني كل واحد واش ياكل. راح نضيفو زوج ملاعق معمرين مليح مايزينا، والسكر هنا اختياري. انا ضفت ملعقة ماشي معمرة مليح، كما راكم تشوفو كبيرة بصح ماشي معمرة، راح تجيكم حلوة. يعني تقدروا ما تضيفوش السكر، تحركو مليح بارد في بارد وتحطوها فوق النار. هنا العطر الكراميل كيف كيف اختياري، الى عندكم ديروه، ولا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليه. لهنا اللي حبت تدير الفلون تاع لافاني، فلون فانيليا، تقدر دير كيما تحبي. نحركم مليح فوق النار حتى تعقد لنا الكريمه تاعنا، ونفرغوها في هاد الليمول ولا ليفيرين. نفرغوها ونحطوها تبرد حتى نخدمو الطبقة الثالثة، يعني تحلية بنينة بالبزاف. نتمنى تجربوها خاصة نهار الأول تاع رمضان. الطبقة الثالثة راح نحتاجو كاس سكر، شفتو الكاس اللي كيلت به، كاس سكر نضيفولو 3 ملاعق ماء، 3 ملاعق ماء كبار، ونخلوه فوق النار. هنا اللي ما تنجح لهاش الكراميل تبع مليح، يعني ما راحش نقطع لكم الفيديو، راح تجي شويه طويله الفيديو بصح باش تفهموا مليح، كاين بزاف اللي ما تنجح لهمش. نحركوا السكر كما راكم تشوفوا الفقاعات، دوك بشويه بشويه يبدا ينشف لنا، راح ينشف ما تخافوش منه. كما راكم تشوفوا تبعوا كامل المراحل، السكر دوكا راه نشف، تكملوا تحركوا ما تغفلوش كامل عليه. من بعد يبدا يذوب، هذه الطريقه صحيحه. ربي يستر هذا رمضان ان شاء الله، يعني الرجال بلا خدمه بلا مساجد،
ما يقدرش يخرجوا، الحظر الصحي. ان شاء الله هاد العشر ايام اللي بقاو ما يزيدوش يا رب. ما عليكم غير الدعاء والاستغفار، ادعوا باش ربي يرفد علينا هاد الوباء ويعاودوا يفتحوا المساجد. يعني ولا غير بزاف رجال قاعدين في الدار صايمين وزيد قاعدين في الدار، ربي يستر. كما راكو تشوفون ولو الوصفة تاعنا السكر راكو تشوفوك شغل ولا حبيبات، شغل تحجر لنا. تكملوا تحركوا، ما تخافوش منه، تبقاو تحركوا، ما راحش نقطع المقاطع حتى تشوفوا كامل كيفاش نجح. هنا مازال هذوك الحبيبات، نبقاو نحركوا حتى يذوبوا كامل. هم نكذابو، نزيدو ملعقة مارغرين. من بعد نحوه من فوق النار ونضيفو له زوج علب كريم ديسير كراميل كما راكو تشوفو. نسيت ما وريت لكمش العلبة، مي هذا كامل تعرفوه كاين في المحلات. نديرو زوج وهو سخون ونحركو. من بعد راح تشوفوا شوية سكر بقالكم كما راكو تشوفوا، يعني ما تخافوش تعودوا ترجعوه فوق النار. هنا راني مع المبتدئات اللي ما يعرفوش يخدموا الكراميل، انا واحد الوقت ما كانش ينجح لي، مي مع كي كنت نتبع يعني كاين قنوات ما شاء الله يشرحوا مليح، ومع تمشي يدك تتعلمي تخدمي. ما تنجح لكش خطرة زوج، لازم تتعلمي تبقاي تسيي تحاولي، ماشي ما نجح لكش خطرة خلاص ما نزيدش نديرو ما ينجح ليش. كما راكو تشوفو رجعتو فوق النار شوية حتى داب، ونضيفو له حوالي كاس حتى الكاس ونص كاوكاو محمص، حمصتو شوية. هنا الكاوكاو اختياري، تحبو ديرو غير شوية اللي ما يحبش بزاف، يحب لاصوص كراميل تكون ماشي معمرة بالكاوكاو، تحبوا تعمروه كيما تحبوا، يعني تحبوا ديروا كاس ولا نص كاس ولا وش عندكم. يعني لا كانت عندكم كمية صغيرة ما تقولوش ما نديروش، معليش المهم تكون فيها شوية كاوكاو، ماشي شرط يكون معمر. نعمره من الفوق الطبقة الثالثة، الكريمة تاعنا تكون بردت، نكونوا حطيناهم في الثلاجة، نجبدوهم ونديرو الطبقة الثالثة ونعاودو نخلوهم يبردو. تحبو ترجعوهم في الثلاجة من تحت، يعني ماشي في المجمد، في الفريجيدار. هذه هي التحلية تاعنا تاع السنيكرز، يعني ما شاء الله جات هايلة. شوفوا الطبقات، الطبقة الأولى تاع البسكويت تاع الكاطو اختياري، يعني تحبو ما تديروهاش، مي زادت البنة. جربوها وردوا لي في التعليقات. اما المشتريات توعي، يعني ماشي انا اللي شريتهم كما راكو تشوفوا، يعني الدقيقه الاخرى تفكرناهم طراشن، يعني هذا وش لقى ما على باليش منين شراهم، اسكو من الطريق ولا من حوانت. كما راكو تشوفوا ستة من كل لون زوج، انا كنت شاريه واحده وخبيتها، دوك من بعد نوريها لكم وشوفوا لا ديفيرونس هنا باش تعرفوا الذوق تاع الرجال. وهادو ميكروفيبر، هادو تراشن، هادو كنت شاريه وحده كبيره، يعني اول مره نشوف باكي هكذا صغار. يمسحوا بهم طوموبيلات، يمسحوا الزجاج، تمسحي بهم الماعن الطباسات تاوعك. هايلين هادو، كنت سييتهم من قبل، سختو الزجاج خير من الجرنان. الجرنان كي تمسحي به الزجاج تلقاي يديك كحوله، يطلق الجرنان مع كيما تعرفوا الجرنان فيه اسم الله، فيه بزاف اسماء الله الحسنى، يعني كي تمسحوا به تلقاو وتلوحوه يعني ماشي مليح. كيما راكو تشوفوا كامل الالوان في الازرق في الغوز. وهذه الطرشونه اللي شريتها انا، شريتها قبل الحجر الصحي للجوله الاخرى تاع باب الواد، شريتها 20,000. بزاف اخوات لي طلبوا مني نوريكم الطريقه كيفاش نطبقوا المناديل لطاوله رمضان ان شاء الله،
ما درت لكمش لا فيديو، على بالي بلي مع الوباء هذا الناس ماهيش كامل لاتيا. ان شاء الله نحاول ندير لكم طريقه ولا تنين قبل رمضان، ان شاء الله نحاول غدوه ان شاء الله. لحقنا نهايه هذا لا فيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله ونكونوا في احسن الاحوال. ما ننساوش الدعاء والاستغفار والصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام.